السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم طلاب الصف الرابع؟ اليوم وصلنا عند تدريب صفحة 31، تدريب رقم 4. خلينا نراجع الحصة الماضية. أخذنا اللي هو يا رابع عن الأسماء، شمل إن التدريب 1، 2، 3 الأسماء، كيف إجت الأسماء بالجمل، إجت فاعل مرفوع، اسم فاعل مرفوع، إجت مضاف إليه لما حكينا العصير، لما نضيف اسم على اسم العصير اسم بنسميه مضاف، ولما بيكون اسم بعده يبتدئ بأل ومجرورا يكون مجرورا بنسميه مضاف إليه، يبدأ بأل ويكون مجرورا. وحكينا يأتي مبتدأ وخبر. أخذنا عن الأفعال اللي هي الماضي والمضارع والأمر وإعرابهم، وأخذنا عن الحروف اللي هي حروف الجر، حروف النصب، حروف العطف، وحروف الجزم. تمام؟ اليوم التدريب رقم 4 اللي هو عن، رح نحكي عن لام التعليل، اللي هو حرف النصب. لام التعليل المقصود فيه اللي هو بيعطينا يا رابع السبب. خلينا نشوف المثال. عرض الصياد اللؤلؤة على الحاكم ليحظى بالمال الوفير، ليحظى بالمال الوفير. هنا اللام، لام ماذا؟ تعليل. لام تعليل. تمام؟ هنا اللام، لام ماذا؟ تعليل، بتعطينا السبب، وهي حرف ايش؟ نصب، وهي حرف نصب، ويكون الفعل الذي بعدها فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة. تدرب اللاعب بجد، تدرب اللاعب بجد ليفوز بالكأس. لي اللي هي حرف نصب اللي هي لام التعليل، يفوز فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه ايش؟ الفتحة. زرت مكتبة المدرسة لأكتب تقريرا عن الطيور. لي اللي هي حرف نصب لام التعليل، حرف نصب، أكتب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أستعمل الفرشاة لي حرف نصب لام تعليل، أحافظ على أسناني. أحافظ فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تمام يا رابع؟ إن شاء الله تمام. بدي منكم اللي هو واجب بتكتبوا بتبعثوا لي يا واتساب، بدي تستخرج لي من النص اللي هي صفحة 27. أول شيء يجب القراءة بتمعن، وبدي تستخرج لي الحروف الجر جميعها الموجودة في النص، حروف النصب وحروف العطف. تمام يا رابع؟ طيب، الكتابة، اكتب كلمة تنتهي بالهمزة على نمط كل ما يأتي. تنتهي بهمزة اللي هي الهمزة الإيش؟ المتطرفة. ماشي؟ خدوء وضوء، عبء دفء، غذاء دواء، مليء بطيء. ماشي يا رابع؟ طيب خلينا نشوف السؤال الثاني. أملأ الفراغ في كل جملة بالكلمتين المناسبتين مما في الصندوق. عندنا في الصندوق مجموعة كلمات، خلينا نقرأها يا رابع. خلينا نقرأ الكلمات الموجودة في الصندوق. السماء، الفضاء، السماء، الفضاء، البيضاء، البيضاء، السوداء، السوداء، ماء، ماء، صحراء، الغذاء، العشاء. في عندنا 4 جمل، والأربع جمل بدنا نعبي اللي هي الكلمات الموجودة في الصندوق. الريشة في جناح الحمامة، الريشة البيضاء في جناح الحمامة، اللي بصح الحمامة جناحها أبيض، والريشة السوداء هي متناسقة، السوداء في جناح الغراب. الريشة البيضاء في جناح الحمامة، والريشة السوداء في جناح الغراب. ب، تناول أحمد وجبة الغداء مع أصدقائه ووجبة العشاء مع عائلته. جيم، ترتفع الطائرة في السماء وينطلق الصاروخ إلى الفضاء.
الجملة الرابعة رسم خالد غدير ماء في وسط صحراء جرداء. تمام هيك يا رابع؟ طيب عندنا التعبير زي ما حكيت لكم، التعبير هي مجموعة كتابة اللي هي ايش؟ موضوع معين، وبتكتب ما يزيد 5 أسطر 4 أسطر. رتب الأحداث الآتية. في عندي أحداث بنرتبها بالأرقام لي 1 2 3 4 وبنكتبها عشان نحصل على قصة طريفة. هل أنا رح أرتبها وإنتوا مطلوب منكم تكتبوا لي إياها هون، تمام؟ اللي هي هون. يتغذى الثعلب على الأرانب والدجاج. هاي القصة بدايتها إنه الثعلب يتغذى على الأرانب والدجاج. وهو ماكر وجريء وحاد الذكاء. معروف عن الثعلب شو ماله؟ ماكر وجريء وذكي. فيخفي كل أثر لرائحته بحيلة بارعة. كل إشي بعمله بخفيها بحيلة، مثل أن يندفع في الماء. تمام؟ هاي هي التعبير. رتبنا الأحداث 1 2 3 4. تكتبوا لي يان هون بحيث كون لي إيش؟ قصة طريفة. بحيث يتكون قصة طريفة. السؤال رقم 2، بدي تكتب 3 جمل من إنشائك. إنشائك أنت يا رابع. مستعينا بالكلمات طائر، هدوء، السماء، الصياد صغير. بدي تكتب كلمات مستعينا، جمل ماشي 3 مستعين. يعني أعطيتك أنا هذول الكلمات الخمسة عشان تكتب 3 جمل من إنشائك. هاي هو رح يكون عندكم كمان واجب، اللي هو واجب رقم 2. آخرا اللي هي مختارات من لغتنا الجميلة. هاي طبعا إيش؟ قراءة. طيب، من طرائف الضيوف. قال رجل من أهل البصرة: قدم علينا ضيف من البادية، وكان عندي دجاج كثير، ولي امرأة وابنان وابنتان. فقلت لامرأتي: اشوي لنا دجاجة وقدميها إلينا لنتغدى. فلما حضر الغداء جلسنا جميعا، أنا وامرأتي وأبناي وابنتاي والضيف، ووضعنا الدجاجة أمامه وقلنا له: اقسمها بيننا. فقال: لا أحسن القسمة، فإن رضيتم بقسمتي قسمتها بينكم. قلنا: فإننا نرضى. فأخذ رأس الدجاجة فقطعه وناولني إياه، وقال: الرأس للرأس. وقطع الجناحين وقال: الجناحان للابنين. ثم قطع الساقين وقال: الساقان للابنتين. ثم قطع العجز وقال: العجز لزوجتك. واحتفظ بالزور وقال: الزور للزائر، الزور للزائر. فأخذ الدجاجة بأسرها. اللي هي قراءة لك يا رابع. يعطيكم ألف عافية.